ترتبط مصر وأذربيجان بعلاقات متينة تعكس قيما ثقافية مشتركة وعادات وتقاليد تدل على مدى تقارب البلدين كما عكست اللقاءات والزيارات المتبادلة على مستوى كبار المسؤولين التعاون الثنائي على كافة الأصعدة بين البلدين فضلا عن علاقات الصداقة والتقارب أساس قوي من التماثل والتقارب تقوم عليه العلاقات المصرية الأذربيجانية فشعبي البلدين تربطهما قيم ثقافيه مشتركه وعادات وتقاليد متقاربه وموقع جغرافي واستراتيجي هام لكل منهما في منطقته ولعل اهم ما يميز العلاقات بين البلدين هي اللقاءات والزيارات المتبادله على مستوى كبار المسؤولين فعلى هامش اعمال الجمعيه العامه للامم المتحده بنيويورك في سبتمبر الماضي كان لقاء الدبلوماسية المصرية بنظيرتها الأذربيجانية، فكانت العلاقات الثنائية وسبل تطويرها على طاولة مباحثات وزير الخارجية سامح شكري مع وزير خارجية أذربيجان. كذلك كان انعقاد جولة المشاورات السياسية بين البلدين في يوليو الماضي في العاصمة الأذربيجانية باكو، أحد أهم علامات التقارب المصري الأذري. كذلك كانت اجتماعات الدورة الخامسة للجنة المشتركة المصرية الاذربيجانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني ومنتدى رجال الاعمال المصريين الاذربيجانيين في باكو في فبراير الماضي كأحد تلك العلامات، كذلك لم تغفل الدولتان إقامة احتفالية في مايو الماضي لذكرى مرور 30 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما. والذي تزامن مع الاحتفال بيوم الاستقلال لاذربيجان علاقات تضرب بجذورها في التاريخ وتزداد يوما بعد يوم مع السياسه الخارجيه التي تنتهجها مصر والتي من خلالها تحافظ على الاصدقاء وتوطد معهم علاقات التقارب